ولسه بنكمل مع حضراتكم ست الستات، وكتير مننا بيكون وزنه زايد وبيحاول بقى يهاري نفسه، يجرب طرق كتير، أنظمة غذائية صحية، رياضة، نقلل أكل، نعمل كيتو، نعمل صيام متقطع وغيرها من الأنظمة الكتير. لكن في أحيان ما بنتوفقش فيها وما بننزلش في الوزن، والأوحش بقى إن حتى لو نزلنا في الوزن شوية أحياناً بنثبت على وزن معين وبنتجنن من المشكلة دي. إيه اللي مثبت وزني؟ طب ما هو أنا مقللة الأكل، ليه بثبت على وزن معين وإيه سبب المشكلة دي وإزاي ممكن أحلها لكن بطريقة صحية في إننا ننزل وزننا وفي نفس الوقت من غير أي أضرار؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتنا اللي منورانا، دكتور هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية. إزيك يا هبة؟ ازيك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا انت ما بتعانيش من المشكله دي. والله العظيم بعاني اكيد. لا يا هبه، لا ما تكذبيش عليا، احنا اللي بنعاني. هبه، احيان كتير الواحد بيبدا دايت حتى لو مش ماشي على نظام غذائي معين، لكن مثلا ايه، مهدي اللعب شويه، مقلل الاكل، لكن بنوصل لمرحله نبص الميزان زي ما هو، مهما اقلل من اكلي او اغير الانظمه الغذائيه اللي ماشي عليها او الدايت بلاقي نفسي نفس الوزن. ايه حكايه مشكله ثبات الوزن دي؟ هقول لك، احنا بنعمل ممكن عادات غلط صغيره جدا هي اللي تؤدي لمشكله ثبات الوزن على الميزان، بلس كمان ان احنا في ناس مننا ممكن ينزل دهون بس يزيد عضلات، فيجي يوزن نفسه على الميزان العادي. دول اللي بيروحوا الجيم بقى او بيمارسوا رياضات معينه، وحتى الناس الطبيعيه، ما هو انا لما بزود اكل بروتين او بدي اكل صحي فبزود فيه نسبه البروتين عشان يزود لي معدل الحرق، فبالتالي نسبه البروتين بيزود الفايبرز فبيزود العضلات. فلازم نعمل ان بودي، انا مش شرط بس يعني زي مثلا 81، ممكن الاسبوع اللي جاي ابقى 81 برضو، بس انا نزل مني مثلا كيلو دهون وقصاده زاد كيلو عضلات. حتى كمان بيفرق في اللبس بس ما يفرقش على الميزان. بالظبط، يعني بيفرق في شكل، مثلا في دهون في البطن اتشدت بس قدامها طلع مثلا عضلات فوق، فمش هتفرق على الميزان بس هتفرق في اللبس. اوكي. زي مشكله كمان شائعه، فيتامين دي ونقص فيتامين دي. من اهم اسباب ثبات الوزن هو نقص فيتامين دي. يعني الواحد اللي يلاقي بشكل متكرر ان وزنه ثابت يعمل تشيك بقى على فيتامين دي؟ هو كلنا عندنا نقص فيتامين دي. اوكي. يعني كلنا ما بنتعرضش للشمس بالطريقه الصحيحه اللي تخلي فيتامين دي في جسمنا يبقى بنسبته الطبيعيه، فلازم ناخد جرعه وقائيه من فيتامين دي، ده اساسي. الناس اللي ما بتنامش كويس، قله النوم بتاثر جدا في ثبات الوزن. يا سلام. طبعا. يعني هو اللي بينام كويس يحرق احسن؟ طبعا. معدل الحرق بيتظبط جدا مع النوم. امال يقول لك لا ده نايم طول النهار عشان كده تخن. بالظبط، ما بيحرقش. هيقوم امتى يتحرك ويحرق عشان ما يتخنش. يعني لما ننام اكتر ما نحرقش؟ لا، ننام الوقت بتاعنا. أوكي. يعني من 8 ساعات، 7-8 ساعات ومتواصلين، ما يبقاش نوم متقطع ويبقوا في ميعاد النوم. وانا في ناس يومها بتشقلب، اللي هي بتصحى طول بتنام طول الليل وتصحى طول النهار، دول يومهم صح. ما لا، اللي هم نايمين طول الليل ويصحوا طول النهار. اللي بينما العكس الليل بقى. بالظبط، هو ده اللي طبعا معدل حرقه بايظ خالص، لازم يضرب على طبعا. طيب النهارده بقى هتكسري لي ازاي ثبات الوزن؟ في بس سبب كمان، قله شرب الميه، وده طبعا لان انا هتكلم عنه، انا هعمل ايه واعالجه ازاي. قله شرب الميه، الناس اللي ما بتشربش ميه طول النهار ده غلط جدا طبعا، بيؤدي لثبات الوزن. وفي حاجه كمان، الناس اللي طول النهار تقول لي انا ما اكلتش او نزلت من غير ما افطر انا عشان عايزه اخس، كل ده بقى غلط. انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اول حاجه اخد الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا مكون من ايه؟ من انستيليوم. طب انا ليه اول حاجه هتكلم عليها الانستيليوم؟ لان هو الياف بتنزل تدي شعور بالامتلاء. فانا هاكل، انا هفطر وهتغدى وهتعشى وهاكل السناكس ما بينهم، بس في نفس الوقت انا باكل اكل سليم ومش باكل الكميه اللي تخليني اتخن. اوكي. حل؟ يعني الشعور بالامتلاء ده هيجبرني ان وجبتي تبقى اصغر، لكن ستيل موجوده الوجبه. بالظبط، ما هي لازم تبقى موجوده، لان احنا لازم اساسي 3 وجبات في اليوم. ما بين كل وجبه من 4-6 ساعات، وفي سناكس في النص. ليه؟ عشان افضل مشغله انزيمات المعده معايا، ما افضلش قاعده كده. كل ما تشتغل انزيمات المعده كل ما معدل حرقي بيزيد. وكمان الانستيليوم بيبقى عاوز ميه زياده عشان يعمل البلك اللي في المعده، فبيديني احساس بالعطش، فبشرب ميه كويس، فبالتالي بيظبط لي معدل حرق الجسم. اوكي. كل دي من اول كبسوله بس. ده غير بقى ان الميه دي هتفيد بشرتي وهتفيد شعري وهتفيد ضوافري وهتفيد الجلد وكل حاجه. بالظبط. طيب هرجع تاني، انا عندي ثبات وزن، اعمل ايه؟
ناخد الكورس. اول حاجه اتكلمنا عنها هي الانستيليوم، تاني حاجه هي الماجيك بوكس. الماجيك بوكس ده بيعمل ايه؟ ده السحر بتاعنا، عشان كده مسمينه الماجيك. هو بيسبب نحت الجسم. اوكي، يعني ايه بيسبب نحت الجسم؟ يعني بيدخل يتارجت الدهون المعقده، يحولها لدهون بسيطه فتنزل في وسائل الاخراج. وما اني بشرب ميه كتير فهعرف اطلع عرق، هعرف اعمل وسائل الاخراج بتاعتي صح، فبالتالي كل مش الدهون مش هيبقى فيه امساك كمان. لا خالص. ما هو انا ليه بقى ما فيش امساك؟ عشان كله الياف طبيعيه. ما هو الماجيك بوكس ده مكون من ايه؟ من جراسينيا، تفاح، الياف المانجو الافريقي، القهوه الخضراء، الشاي الاخضر. فانا كل دي حاجات اصلا مضره للبول. اوكي، بلس انها بتظبط عمليه التمثيل الغذائي في الجسم وبتظبط معدل هضم الجسم، فبالتالي مش هيبقى عندي اصلا مشكله عسر الهضم. اوكي، فالطعام اللي هيدخل هيتهضم، الدهون اللي فيه مش هتلحق تتخزن وهتنزل هتتحرق على طول كده، يا هتخرج في الاخراج يا اما ايه وسيله حرق الجسم هتخرج بقى مع معدل الحرق. اوكي، طيب دلوقتي اعرف ازاي؟ طبعا احنا قدامنا اهو الكورس على الشاشه، استفيد ازاي من الصفحه على فيسبوك؟ اول حاجه هنضغط بس على الارقام اللي على الشاشه، او هنبعت مسج على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، هيتواصل معانا الفريق الطبي. دي برضو ميزه من المميزات اللي عندنا، ان احنا بنفضل ورا الناس. اسبوعيا احنا بنكلم الناس، بنغير الدايت، بنعرف احنا وزننا كام الاسبوع ده، وزننا كام الاسبوع اللي فات، بننزل ولا في حاجه بنعملها غلط من العادات بقى اللي احنا قلناها الغلط. بننزل ولا لا؟ طب المشكله فين؟ طب مقاساتك اتغيرت ولا لا؟ بنفضل متابعين ورا الناس. جميل. بلس بقى ان كمان احنا عندنا خصم دلوقتي 50% والشحن ببلاش، وفي ثلاث هدايا كده بس هنقول عليهم كمان. الله، انا احب الهدايا جدا. انت حافظاني دلوقتي يا دكتور هبه. طب احنا معانا اسماء على التليفون، نشوف مشكلتها. أوكي. ايه يا اسماء؟ مساء الفل. مساء الخير، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا روزين؟ عامله ايه؟ ازيك حبيبتي؟ معاكي الدكتوره، اتفضلي. ازيك يا دكتور هبه؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انا بس مشكلتي حاجه واحده، انا ببني بالليل بس بجوع، ببقى جعانه جدا وعايزه اكل وكده، يعني مش لوحدك، لستي وحدك. بالظبط. الناس كلها بتجوع بالليل، وخصوصا في الصيف طول النهار في الحر ما بيبقاش عندنا نفس. وبالليل بقى قدام التلفزيون كمان. وايه؟ والميه كمان، مش بشرب ميه كتير. اوكي، طيب ما تقولي لنا بقى اخبارك ايه؟ انت وزنك كام؟ طولك كام؟ انا وزني دلوقتي 85، بس من تحت بقى مليان، يعني ارداف بقى وكده وبطن، فعايزه انزل الجزء ده بالذات. وطولك؟ طولي 170. 170. في حاجه كمان، احنا شغالين ولا قاعدين؟ لا بشتغل، بس ممكن عشان كده ما باكلش الصبح قوي، يعني باجي بقى بالليل، الشاي بقى بتتفتح بالليل. اوكي، خلاص. شكرا يا اسماء. حالا دكتور هبه هتقول لنا نعمل ايه. مشكله الشعب المصري كله. انا بشتغل طول النهار فمسحول في الشغل نفس. فما باكلش، لا، وهم بيبقوا فاكرين ان كده انا هخس، وباجي بالليل بقى قدام التلفزيون ادبها. هي ادبها دي بالظبط. بالظبط هي اللي بتتقال، انا بدبها بالليل. طب ما ده كله غلط. يعني انا طول النهار لسه كنت بقول فيه ثلاث وجبات رئيسيه، ان شاء الله اخد معايا الاكل من البيت. اوكي، ماله البوكس اللي هحط فيه الفاكهه، الخضار، السلطه، ساندوتش كده بسيط، بس لازم اكل. وطبعا طول النهار ما فيش اكل، فمعدل الحرق طبعا ضايع. يعني هو انا ما باكلش ما بحرقش؟ لا، هحرق ايه؟ فاهمه؟ في ناس تبقى في مخيلتها اللي هو انا ما باكلش فهحرق من الدهون اللي موجوده في جسمي. دي فكرتي انا كمان. ده لو انا عملت رياضه الصبح. لو انا عملت رياضه قبل الاكل، انما المجهود حاجة بتاعنا تحرق. بالظبط. اوكي، اعمل حاجه مستاهله طاقه فيبدا الدهون اللي عندي تتحول لطاقه فتبدا تخرج. حتى نسبه العرق هتبقى اعلى قوي. اوكي، تمام. انما طول النهار قاعد على المكتب او في عربيه او رايح تخس، مش هتخس. انا بس هبوظ معدل حرقي. طيب اسماء قالت كمان حاجه مهمه. بالظبط، اللي هي السمنه الموضعيه. وعلى فكره الجسم الستات المصري معظمه الدفوهات اللي فيه هي دي اللي قالتها اسماء. هي معظمنا يا مليان من فوق عنده الكتل الدهنيه فوق، يا اما من الراوند اللي تحت اللي هي البطن والارداف. ما عشان كده الماجيك بوكس، انا حتى لو لعبت رياضه انا مش هحرق الكتل الدهنيه دي. ايوه، فالماجيك بوكس بيتارجت بقى دي. هي دي بقى الميزه اللي معانا النهارده، ان الماجيك بوكس بيدخل على الكتل الدهنيه المعقده يحولها لبسيطه. اوكي، وفي بقى ثالث حاجه الفينيل، ده اللي لسه كنا هنتكلم عنه. الفينيل ده بيثبت لي الكورسين الاولانيين. انا صغرت حجم المعده وحرقت الدهون ونحت جسمي، طب انا هثبتهم بايه؟ بكبسولات الفينيل بقى. أوكي. بتكمل شيبنج الجسم بتاعي وبتمنع تخزين الدهون في الاماكن تاني اللي فيها كتل معقده.
اوكي فاهم. فالكورس كامل على بعضه، تخسيس وتثبيت في الاخر بالظبط، وشعور بالامتلاك. ده يقضيني كام شهر؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور ده اخس يعني، ده الكورس الثلاث شهور ده التارجت فيه اللي عايز يخس كام كيلو؟ 20 بقى 25 10. في ناس بتاخد الكورس بتقسمه هي وصاحبتها، بتبقى مثلا اللي هي عاوزه 10 كيلو 5 كيلو في 15، فبياخدوا كورس واحد وبيقسموا هما الاثنين. اوكي بيبقوا محتاجين حاجه صغيره. لكن في كورس تاني غير كورس الثلاث شهور؟ هو المفروض كان في كورس الشهرين وكورس الثلاث شهور. أوكي. بس عشان انا معاكي النهارده عملنا كورس الشهرين عليه خصم 50%، والكورس الثالث ده هديه مننا ليهم. يعني هناخد كاني بشتري كورس الشهرين بالظبط، بس هاخد معاه ثلاث شهور تخفيض، وهاخد كمان الثلاث شهور الشهر الثاني بالظبط كده. ده شيء رائع، ده عشان خاطرك والله. الله يخليكي يا هبه، الله يخليكي. طيب دلوقتي بقى احنا اتكلمنا عن الاناسيليوم والسيليوم والماجيك بوكس والفينيل. حلو، ايه الهدايا؟ ما عايزه اغراءات برضو. الهدايا بقى برضو عشان هتناسب اسماء، بما ان اسماء اللي اتصلت بينا هي عندها سمنه موضعيه، احنا عندنا كريم فيه كافيين وشيا باتر تحفه للسمنه الموضعيه. أوكي. يعني انا بدهنه على المكان اللي فيه الكتل الدهنيه، هو بقى بيشد الجلد عشان يمنع حدوث الترهلات، وكمان بيمنع حدوث الاسترتش ماركس. أوكي. يعني مش هستنى لما تطلع وعالجها، لا انا همنع اصلا حدوثها. اصلا مش هتحصل بالظبط، يعني هخس بدون ترهل بالظبط كده. لسه كنت بقول من اهم مكونات، انا دايما بقول للناس اقروا يعني عن كل حاجه انا بقولها، اقروا عشان تعرفوا انتوا بتاخدوا ايه، او انا فعلا الكلام اللي بقوله ده فعلا صح ولا لا. فدايما بقول للناس خشوا اقروا. فالشيا باتر طبعا معروف ان الافارقه كلها بيستخدموها صح، عشان كده بتلاقي جلدهم أيوة ما فيهوش التعرجات ولا ومشدود. مستحيل تلاقي حد من اللي بيدهن شيا باتر جلده فيه ترهل واحد او علامه بيضة خالص. الشيا باتر معروفه بمفعولها في شد الترهلات ولمعان وشد البشره. اه طبعا. طيب ايه رايك نشوف بقى على الشاشه اللي خسوا بالفعل، وهنرجع هنكمل تاني لسه الكورس معانا. يلا يا هبه. طبعا هي باينه يعني، بصي في الراوند بتاع البطن اتشال كانها بالظبط عمليه تكميم بالظبط بالظبط. يعني ده ممكن الموضوع الكرش وال شهرين 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 ممكن، وطبعا ممكن يخس كمان يعني اللي عايز يخس اكتر من اللي خسسه. احنا لسه بنكمل بقى وبنعمل فورمة الساحل. يعني احنا لسه مكملين. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده. الصورة دي السمنة دي يعني مش هقدر اقول موضعية، عامة وموضعية، عامة وموضعية الاثنين مع بعض. لان بصي الكتل الدهنية ودراعها عامل ازاي وبقى عامل ازاي، يعني دايما هي النص مش هبص تقريبا الكل. هي خست النص بالظبط، هي خست حوالي 30 كيلو. ده اخد منها وقت قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور هم ممكن. كل شهر كانوا 10. لا بس الفرق هنا فرق رهيب. وبعدين كمان على فكره الترهل لما بيحصل بيبقى الواحد حاسس ان هو ما خسش قوي، لان لسه ستيل. عشان كده لما بقول لك انا كدكتور بقى اول حاجه هبص لها الدراعات. الدراعات يعني بصي فرق الدراع ده حجمه قد ايه والتاني حجمه قد ايه. لو في ترهل عمر ما الدراع هيبقى مشدود كده بالظبط. لا ده فعلا يعني التاثير باين جدا. نشوف صوره ثانيه. اوكي حتى في بالظبط بصي بقى الوقفه الاوتفيت اللي لابساه ليه بقى، يعني لان طلعها مقاسين ثلاثه يعني بالظبط. كان عندنا بصي السنه فين من الصوره الثانيه بدات خلاص هي عارفه حتى تلبس البنطلون. الرجلين خست الارداف خست الساق نفسه والركب يعني في ناس ما بتاخدش بالها ان الركب كمان بتتخن يا جماعه. طبعا حواليها بيربي دهون وكده. خست قد ايه تقريبا؟ 25 27 حاجه في الرينج ده يعني. لا طبعا اللي بيلاقي النتيجه دي وما يستمرش يعني نادرا بقى لما حد ما استمرش دي، لا هو كله بيتحمس فلا انا هكمل. طيب نرجع تاني للكورس للهدايا ونكمل الهدايا بالظبط. اول حاجه خلاص اتكلمنا عنها شد الترهلات، تاني حاجه كريم شد البشره. ده للناس بقى اللي بشرتها بتتعب مع الدايت او مع الخساسين. احنا ولا هيبقى فيه شحوب في البشره ولا البشره تعبانه ولا الهالات السوداء اللي بتبقى موجوده تحت العين، لا خالص. يقول لك انت عيانه انت مش نايمه كويس. أيوة. وكل ده بسبب الرجيم او الاكل بالظبط. فتبدا الناس تتضايق، لا طب خلاص انا هرجع اكل عشان شكلي يبان صحي. لا احنا معانا عالجنا برضو الموضوع ده. ثالث هديه بقى واهم هديه معانا هو فيتامين دي. طبعا يعني كلنا عندنا نقص فيتامين دي زي ما قلنا صح. ففيتامين دي بجد انا بحب الدي، يعني انت هتختاري ايه لا خدي فيتامين دي. فيتامين دي كمان عارفه احيانا بيبقى في اصابه بالاكتئاب مع انظمه دايت معينه.
يقول لك اصل ده رجيم كيميائي فانا مش طايقه نفسي ومكتئبه ومش عارفه ايه. فهل ممكن فيتامين دي يعالج لي جزئيه الاكتئاب دي؟ بصي انا هتكلم في نقطتين. اولا فيتامين دي نقصه في الجسم بيؤدي للاكتئاب. حلو، دي اول حاجه عند الرجاله والستات عشان بيقولوا الستات بس هي اللي نكديه، تمام؟ لا عند الرجاله والستات بيؤدي ايه للحاله النفسيه دي. اما النقطه الثانيه اللي هو الدايت اللي بيؤدي للاكتئاب، ده دايت الحرمان احنا ما بنعملوش. لان انا بدي كل الاكلات، انت مش متخيله الدايت عندنا مريح ازاي. أوكي. بجد، فانت هتاكلي كل حاجه. انا عندي اختيار اني ما اعملش دايت، ان انا اكل بالزبط. الاكل العادي، بس عارفه ازاي اللي هو كمية. ايه كميات اللي هي الطبيعيه بالظبط. ما هو انا بعد ما بخس، انا باجي في اخر شهر ده احنا بنبدا نخلي اللايف ستايل هو اللي هيلثي. يعني انا هعدي اتعودتي بالظبط، الثلاث شهور دول عودوكي على ان انت تاكلي اكل معين. وكمان لو اتعزمتي، لو رحنا حفله، لو عدى عيد، لو عدى مواسم، لو عدى اي حاجه فيها اكل تقيل، انت هتاكلي كميه صغيره لان اوريدي حيز معدتك كش بالظبط. بس كده. طيب احنا الكورس ده ينفع لمين؟ من سن كام لسن كام؟ الكورس ده ينفع لكل الناس، لكبار السن، لان الالياف اللي فيه بتساعد على معدل، بتظبط معدل ضغط الدم، وبتظبط نسبه الكوليسترول في الدم، وبتظبط نسبه الجلوكوز في الدم، فبالتالي انا بعالج امراض كتير، مش بس ان انا بخس وخلاص. اما بالنسبه للاطفال اللي عندها بقى سمنه موضعيه، فهو الكورس امن من سن 12 13 سنه. 12 13 يقدروا ياخدوه، مفيش مشكله خالص. في سن البلوغ مفيش مشكله، احنا مش ماشيينهم على نظام غذائي بالظبط، ومفيش كيميكالز في الدواء. طيب. يعني الدواء طبيعي. لي معانا رشا نرد عليها. نرد عليها الاول. يا رشا مساء الخير. ازيك يا دينا، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رشا، اتفضلي معانا. دكتور هبه في الاستوديو. حبيبتي ربنا يخليكي. عندك مشكله في الخسسان؟ فعلا دي حقيقه. انا لسه والده بقالي 3 شهور. مبروك، ربنا يخليكي. جبتي ولد ولا بنت؟ لا بنوته. يا حياتي ربنا يحفظها لك يا رب. ربنا يخليكي، ميرسي لذوقك. فانا طبعا عندي مشكله ان انا بطل في الحمل البيت كده. طبعا الشكل اتغير تماما، احنا عارفين بقى الحمل والولاده وبعد كده يجي الرضاعه. فانا عايزه اعرف نظام غذائي امشي عليه من دلوقتي بحيث ان انا اوصل لوزن طبيعي. انا كنت 55 كيلو. 55، انت دلوقتي كام؟ انا دلوقتي 65. 65، يعني انت عايزه 10 كيلو. 10 كيلو بس. بس كتير يا هبه، 10 كيلو خالص والله. ببساطه شديده في شهر واحد هترجع زي ما كانت. يا نهار ابيض. بقول لك ايه رشا، احنا مسجلين الحلقه دي علشان ايه؟ نحاسب هبه عشان كمان شهر لما برضه ابقى مع حضرتك تكلمنا رشا وتقولي انها خسرت ال 10 كيلو. موافقه يا رشا؟ اكيد طبعا موافقه، اكيد. طب انا بتكلم وانا عندي ثقه ان انا اكيد هوصل للوزن المثالي اللي انا محتاجاه مع دكتوره هبه ان شاء الله. ان شاء الله. طب انت بترضعي؟ لا بترضع صناعي. طب حلو قوي. بترضعي صناعي؟ لا مش حلوه قوي، انا ضد الرضاعه الصناعي. انا حلو بالنسبه لي. انا عارفه ان انت عايزاها عشان تخس، عشان اعرف اديها بالظبط الادويه وامشيها على الاكل المعين اللي انا عاوزاه. لكن هنبقى نعمل حلقه عن الرضاعه يا جماعه، الرضاعه مهمه جدا، اوعوا تفتكروا عشان تخسوا تحرموا الاطفال من الرضاعه الطبيعيه، نبقى نعمل لها حلقه والعالم كله بقى مع الرضاعه الطبيعيه. لكن دكتور هبه عندها اسبابها وهي بتقول الحمد لله. لا انا مع الرضاعه الطبيعيه وانا بحبها، وبعدين احنا عندنا كمان لما الام بتبقى مرضعه احنا بنديها دايت برضو مليان فيتامينز بس اكل صحي. يعني انا بمنعها من الاكل اللي مليان دسم زياده عن اللزوم، في نفس الوقت هو ولا هيفيدك ولا هيفيد البيت. يعني الشائعات اللي بتقول لازم تاكلي مش عارفه ايه وتشربي ايه وانت بترضعي عشان تعرفي ترضعي، ده مش حقيقي. لا تماما، انا بس محتاجه اكل صحي، محتاجه فيتامينز ازيد من البني ادم الطبيعي. عشان انت زي ما بيقولوا بتاكلي شخصين، انت وهو بالزبط. فبس بديها فيتامينز زياده، لكن انا مع الرضاعه الطبيعيه والله. انا هنا قلت حلو عشان هتنجزنا بقى في الوقت، احنا مش هنحتاج نستنى البيبي يتفطم بالظبط وبعد كده نبدا بقى الدايت بتاعنا والادويه بتاعتنا، بس كده. اوكي، لكن اللي بترضع بتنصحيها بايه؟ اولا اتكلمنا طبعا عشان ناخد النظام، تاخد النظام الغذائي بتاعها، بس ان انا اكل، انا اولا هاخد الدواء. حلو، هياخد اللي هو الانسيليوم عشان يديني شعور بالامتلاء، لان دايما الام المرضعه بتبقى دايما جعانه. اوكي. هي زي ما قلنا بتاكل شخصين، فعلى طول عايزه تاكل اي حاجه، وبالذات الحرق مستمر كمان،
وبالذات بتتجه للسكريات. هي دايما حاسه ان هي هبطانه وضغطها واطي، فعاوزه سكر، عاوزه سكر، عاوزه سكر. فانا هبدا اوجهها للسكر الطبيعي، هبدا اكل فاكهه، هبدا اكل خضروات، هبدا اكل حاجات طبيعيه. وفي نفس الوقت انا بخس عشان واخده كورس الاناستيليوم والماجيك بوكس والفينيل، هخس وهريشيب جسمي وهرجع جسمي كاني بالظبط ما فيش ولاده ولا اي حاجه، بس هبقى ماشيه صح. مش هاخد دايت من على الانترنت او هاخد دايت من هنا او هسمع ولا ادويه من بير السلم. طيب بالزبط. بمناسبه ادويه بير السلم، احنا عايزين التصريح بتاع وزاره الصحه، لان دائما وابدا بننصح كل اللي بيتابعونا وكل الناس ان هم يا جماعه محدش ياخد اي ادويه غير مصرح بيها من وزاره الصحه. دكتور هبه احنا قدامنا اهو التصريح. بالظبط. انا دايما بقول للناس والله مش عيب ان انتوا تسالوا على التصريح، اسالوا قبل ما تشتروا اي حاجه فين تصريح وزاره الصحه. ابعته لي على الواتساب. بالظبط. واحنا بنبعت، احنا لما اي حد بيسال، ده غير بقى ان احنا بنعلنه اهو دلوقتي، لا احنا بنبعت اي حد بيسال اللي عارفنا مثلا من السوشيال ميديا، لا تمام التصريح اهو، احنا مش عاملين حاجه غلط. بس الناس بقى اللي بتسمع مثلا اصل صاحبتي خدت الدواء الفلاني وجاب معاها نتيجه، اصل مش عارفه مين، اصل انا لقيت له اعلانات. فلا لازم نسال عن مصدر الحاجات اللي احنا بناخدها. ده اكيد. طب بمناسبه صاحبتي بقى، يعني هل الفريق الطبي اولا دي خدمه مجانيه؟ طبعا. تمام. المتابعه مجانا لغايه ما تخسي ولغايه نوصلك للشيب اللي انت عاوزاه وخلاص كده تمام، انت بتقولي لنا خلاص باي باي. طيب المتابعه مع الفريق الطبي، يعني الحاجه او الجرعه اللي انا اخدها غير اللي اختي ممكن تاخدها، غير اللي امي ممكن تاخدها، غير اللي بنتي ممكن تاخدها، يعني هل الفريق الطبي هو اللي هيقول لنا نعمل ايه بالظبط؟ طبعا. انا عايزه اقول لك ان الفريق الطبي بيوصل لادق ادق تفاصيل اليوم. يعني انت بتصحي الساعه كام، بتاكلي الساعه كام، طب لما بتنزلي الشغل بتفطري تاني مع اصحابك ولا لا. احنا لازم نبقى عارفين كل ده عشان نديهم الاوبشنز لكل ده. ما سيبهمش لخيالهم. ومع ذلك برضو هقول لك والله العظيم، لما بيبقوا مثلا خارجين مع اصحابهم حد مثلا بنت او ولد، طب انا قدامي واحد اتنين تلاته اكل ايه؟ او بلاش كده، انا عكيت النهارده، أو أنا نسيت أخد الجرعة بتاعة المكملات الغذائية بتاعتي النهاردة. بتحصل دي حقيقة، أصل أنا سافرت مع أصحابي ونسيت الدواء. بالظبط. أتصرف إزاي؟ بناكل بقى أكل صحي، بنلتزم بقية اليوم، بنقول بس ما فيش بقى وجبة ناكلها زيادة أو ما ناكلش بكمية كبيرة لغاية ما نرجع تاني وناخد الحبوب تاني. فإن إحنا نوقف الحبوب مفاجأة دي ما فيهاش أي ضرر خالص، أنا ما عنديش حاجة كيميائية لازم تبقى متواصلة. أيوة. عشان زي الأدوية. ده مش دواء. لا كلها دي مكونات طبيعية زي الأعشاب اللي احنا بنجيبها من اي عطار. الاعشاب دي بتخسس، الاعشاب دي مش عارفه بتعمل ايه. هو انا لو وقفتها يوم معنى كده ان مفعولها راح؟ لا عادي جدا، ما هي اعشاب طبيعيه. بالظبط. طيب ارجع بقى لان في ناس بتتابعنا بيبقوا من اصحاب الامراض المزمنه. تمام. يعني عندها السكر من النوع الثاني، عندها الضغط، كوليسترول، بعد شر امراض قلب وهكذا. هل الكورس ينفع كبار السن واصحاب الامراض المزمنه؟ هل ممكن يتعارض يحصل دراج انتر اكشن ولا اي حاجه خالص؟ بالعكس، يعني احنا عاملين مينلي الكورس يتارجت الناس اللي قاعده الفراش. الكبار في السن او اللي عندهم سمنه مفرطه مش سهل ان انا اقول لهم قوموا اتحركوا، بيبقى في امراض في الركبه، امراض في الظهر، مش سهل عليهم الحركه. فدايما بدي الكورس عشان يحرق وينزل الدهون، وفي نفس الوقت في ناس كتير قوي يعني مثلا مرض السكر، اول ما بتروحي الدكتور بطنه بيقول لك ايه؟ روحي خسي. صح. غضروف الظهر، اول ما بتروحي الدكتور روحي خسي. الحمل اصلا عن الغضاريف والركب والظهر. فالكورس بقى متارجت ده. يعني انا هخس وانا قاعده على الكنبه، عارفه اللي هم حزب الكنبه اللي قاعدين على طول، لا انا هخس. تمام. طيب. احنا قدامنا دقيقه، ممكن تعملي لنا كده الكورس تاني علشان لو حد مش متابعنا من اول اللقاء؟ احنا عندنا ثلاث كبسولات، الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل. الاناسيليوم بتديني احساس بالشبع، الماجيك بوكس بينحت شكل الجسم، الفينيل بيثبت اللي عملناه في اول شهرين. احنا الكورس عندنا عليه خصم 50% والشهر الثالث مننا فور فري. عندنا مجانا يا جماعه، مجانا مجانا، بسرعه الحقوا. اوكي بسرعه. المتابعه فور فري، الشحن فور فري. عندنا كمان الهدايا بنختار منها، يا اما كريم شد البشره، يا شد الترهلات، يا اما فيتامين دي. وشرحنا كل ايتم من الايتمز دي، كل منتج من المنتجات دي دكتور هبه حسام شرحتهم لنا النهارده وقالت بيعملوا ايه بالظبط في الجسم. ما فضلش غير حاجه واحده بس، اشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات. مش عايزين وزننا يثبت، عايزين نلتزم بالنصايح اللي قالتها دكتور هبه النهارده علشان ما نعانيش من مشكله بتاعه ثبات الوزن، وطبعا في البدايه اننا نخسر اصلا الوزن. بشكر مع حضراتكم دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا دكتور على وجودك. واكيد بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد، يا رب اقابلكم على كل خير. باي.